لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في تضميره أحمد بن سلطان بن رشيد، بينما المركز الثالث على شاشة التلفزيون مزاحم قطع المسافة في 7 دقائق و56 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لمضمره اللي هو طارش بن مبارك بالقوبع. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوط اخر من اشواط التحدي، من اشواط الاثاره. وشوطنا اذا الذي ينطلق في هذه اللحظات هو الشوط الثاني عشر في مجموع الاشواط. الشوط الثاني عشر اخصصنا لي ايضا اللقايا القعدان المهجنات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ خلال هذا الانطلاق والتحدي والاثاره. نتابع معكم هذه المجريات، نتابع الانطلاقه، نتابع ماذا يدور من تحدي ومن اثاره لمسيره هذا الشوط هنا. والبداية والمقدمة والمركز الأول الأسد، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبة على الصدارة وعلى المركز الأول. شاهين في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير، بينما المركز الثالث ثالث المراكز شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري الفنان، من ياتينا على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع مطر بن محمد بالضبيعه. وعلى المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ ماجد بن اثاره. هنا اذا التحدي ثنائي، التحدي ثنائي، يا سلام الله، بين شاهين وشاهين، شاهين وشاهين. واللحظات الاخيره مشاهدينا الكرام، لمن الفوز، لمن الناموس؟ الله يا سلام، اللحظات الاخيره شاهين لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع نابت بن سلطان بن رشيد على الصداره على المقدمه. شاهين في المركز الثاني، سمو الشيخ حمدان بن راشد. واللحظات الاخيره والمنافسه القويه، لمن الفوز، لمن الناموس؟ اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، هو شاهين هو صاحب المركز الاول. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز. تهاني لاحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثاني، شاهين سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم المركز الثالث، شاهين سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهب بن سعيد المكتوم المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم المركز الخامس، سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، وايضا سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. من تدخل ونعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقه، وهنا لحظه الوصول في هذه اللحظات لصاحب المركز الاول. 7 دقائق 57 ثانية وفاء وتماما وكمالا هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت اقدام شاهين. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، تهانينا لاحمد بن سلطان بن رشيد.